من جديد برحب بيك يا مريم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين الحقيقه مع ابطال كره السله بالنادي الاهلي بعد تتويجهم ببطوله كاس مصر. ومعي بقى في هذه اللحظات الحقيقه لقاء مهم جدا طبعا مع كابتن طارق خيري. الف مبروك يا كابتن، الفوز والتتويج ببطوله كاس مصر. الحقيقه كانت مباراه صعبه جدا، اكيد كانت محتاجه الحقيقه مجهود كبير جدا من حضرتك عشان نقدر نعمل كومباك اكتر من مره في المباراه، ولكن في النهايه الحمد لله سيدات كره السله وروح النادي الاهلي قدرت تفوز بالبطوله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على المكسب في وقته. احنا خسرنا بطوله المرتبط واحنا كنا نستحق لاسباب مش هتكلم فيها. الجمهور محتاج يفرح، مش عايز اقول الرجال اتظلموا امبارح، بس كان في امبارح كان في بطوله مهمه كنا محتاجينها. مجلس الاداره مع الكابتن محمود الخطيب والمجلس والكابتن خالد العوضي دعم مستمر ان احنا اللي احنا عايزينه بناخده، وتحفيز دايما على مستوى عالي. الله يرحمه الحاضر الغائب المعالي الوزير العمري. كل ده كنا جمهور، انا دايما كل حتى النهارده قلتها في تايم اوت، يا جدعان عايزين نكسب عشان نفرح جمهورنا. دي احنا بنتك على الحاجات دي. انا والله العظيم الفرقه بتتعب جدا، احنا يعني مجهود غير طبيعي هجوميا ودفاعيا، وبيتعبوا جدا جدا جدا. كان لازم ربنا يكرمنا ونكلل ببطوله. صعوبه الجيم النهارده زي ما انت قلتي انه طالع نازل، يعني انت كنت ليد، هي الباسكت عامه كده، وفرقتنا جت في وقت تنشنت مع الحكام بداوا يبقوا اوت اوف بالانس، وبنصب يا جدعان اهدوا اهدوا اهدوا. توفيق من ربنا اللي انت تروحي وترجعي وتروحي وترجعي. شوطة ليل اللي في اخر الجيم دي عايزه اعصاب بارده جدا، اللي هي عملنا فيها الاكسترا تايم دي كانت مهمه. مبروك ليكو، ما عنديش حاجه اقولها، انا فرحان لان انا كنت استاهل اكسب المرتبط، انا ما بحبش اخسر. فرحان ان انا فرحت فرقتي، فرحت بيتي، فرحت الجمهور، فرحت مجلس، حاجات كتير قوي مش هقدر اقولها. بطوله اكني لسه اول مره امسك النادي الاهلي، عزيزه مهمه يعني. اكيد طبعا. الحقيقه ان انا عايزه اقف عند نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها، التايم اوت. الحقيقه حضرتك كنت بتقول كلام مؤثر جدا، ويمكن كتير من الكلام ظهر اصلا على شاشه قناه النادي الاهلي، فعايزه حضرتك تقول لنا ابرز الحاجات اللي قلتها للاعبين عشان يقدروا يعودوا مره تانية من الخساره ويحولوها اكيد لمكسب. قبل الجزء الفني الهدوء، انا ما استعجلش المكسب، ولو زي ما حصل هم يعلوا علينا انا الجيم مخلص. ده دايما بنتكلم ان انا التراي، احنا عندنا مشكله في مصر ان لو انا مستعجل قوي باخد سكرين وبقول مثلا حاجه فنيه عايز التراي يخلص، ده غلط. لازم الكره ما فيش اوبشن، يبقى الاوبشن اللي بعديه، ده اللي انا دايما بنتكلم فيه لحد مين اوبن. هم جم اخر خمس ست دقايق بقى فيه شويه عقل، يعني مين هياخدك؟ عايز العب على رنيم تحت الحلقه راحت، عايز العب على ليلي تحت الحلقه راح، عايز اشوط السلعاوي ما خدش الشوطه راح داخله عامله بنتريشن ومديالها للفاضي. ده اللي دايما بنركز فيه مع التوفيق طبعا، بيبقى فيها جزء كبير من ربنا. فدايما اللي بقوله للاولاد لو لا قدر الله انت خسران لازم تبقى فوكس ومش متنشن. الجيم ما بيجيش في دقيقه، احنا 40 دقيقه، هتكسب في الدقيقه 40. ده دايما اللي بنقوله. انا ما اعرفش ان الكلام بيبقى طالع كتير في التايم اوت، انما انا الحمد لله رب العالمين. احنا اللي بنشكركم، فرحتونا، والف مليون مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيكي، وشكرا للعيبه بقى اللي هم اخر حاجه دايما بننساهم، رجاله النهارده على قد ما يقدروا. شكرا يا كابتن. شكرا لكم. يعني طبعا ده كان لقائي مع كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.